سربت والكل بقى عارفها قبل ما تتعرض في رمضان، والمخرج اتحط في ورطة كبيرة مش عارفين هيخرج منها ازاي. هو ده جزاء اللي يبدأ تصوير بدري، ولا جزاء اللي يقرر يدخل مسلسلين مع بعض؟ ماجد المصري بيسلمها لعريسها وأبو العريس اتحط في موقف محرج جدا، وقصة حبهم ملهاش مثيل. كواليس تسريبات مسلسل إيش إيش للفنانة مي عمر قبل عرضه في رمضان 2025. يا ترى ايه اللي اتسرب منه؟ تفتكروا حكاية المسلسل؟ مين العروسة دي؟ هل محمد سامي هيغير من تفاصيل المسلسل ولا هيعيد المشاهد تاني؟ تفتكروا هيخرج من الورطة دي ازاي؟ تفاصيل كتير هتعرفوها معايا لأول مرة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للنهاية. للأسف المخرج محمد سامي ومراته الفنانة مي عمر في ورطة كبيرة لأول مرة من أول ما بدأوا مشوارهم الفني. كل الأزمات اللي حصلت يوم السنين اللي فاتت كوم، والأزمة دي كوم تاني خالص. الحقيقة إن دي مش بس أزمة، دي خسارة كبيرة قوي هتكلفهم ملايين الدولارات. متخيلين يا جماعة إن مسلسل إيش إيش اللي بقالهم سنة وشوية بيشتغلوا عليه ومركزين قوي فيه، وعاوزين يعملوا مسلسل جامد ينافسوا بيه منافسة قوية في الموسم رمضان المقبل 2025، فجأة يلاقوا المسلسل كله تسرب قبل رمضان بحوالي 4 شهور. طيب والمجهود والفلوس اللي دفعوها في المسلسل ده مين هيعوضهم عنها؟ حقيقي الله يكون في عونهم. اللي حصل ان من كام ساعة اتسربت قصة مسلسل ايش ايش بطولة الفنانة مي عمر واللي بيخرجه جوزها المخرج محمد سامي. الحدوتة طلعت بتتكلم عن قصة حب كبيرة قوي ما بين مي عمر والفنان محمد الشرنوبي، رغم انه في الواقع اصغر منها بكتير، بس الدراما بقى ما بتبصش للسن قوي، بالذات ان مي ما يبانش عليها انها اكبر منه ولا حاجة، وفي النهاية قصة حبهم دي هتكلل بالجواز. في احداث مسلسل إيش إيش الفنان ماجد المصري هيكون والد محمد الشرنوبي، أما مي عمر فأبوها هيكون الفنان طارق النهري. وياريت على قد القصة بس اللي اتسربت ونقول سهلة، لدى كمان اتسرب من كام دقيقة فيديو من المسلسل وهم بيصوروا مشهد جواز الفنانة مي عمر ومحمد الشرنوبي، وظهرت مي لابسة فستان أبيض سكت طويل وتاج أبيض وفي إيديها بوكي ورد اللي هو عروسة عروسة يعني. الفرح معمول في فراشة وسط الشارع وبيطلعها على المسرح الفنان ماجد المصري اللي بيظهر بلوك جديد وهو حالق شعره على الزيرو. وقبل كل ده اتصرف فيديو تاني للمخرج محمد سامي وهو متضايق جدا في تصوير مشهد من مشاهد مسلسل ايش ايش، وكان بيزعق مع ماجد المصري وكذا حد. الصراحة المشهد ده عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. مش عارفين بقى هل التسريبات دي بتتعمل كده علشان تأذي محمد سامي او مي عمر، ولا فريق المسلسل هو اللي تعمد يسرب الفيديو والقصة كلها كنوع من انواع الدعاية ليه. لحد دلوقتي مفيش حاجة بانت خالص. يعني ممكن الساعات الجاية نلاقي تسريبات جديدة من مسلسل، ولا محمد سامي والمنتج هياخد موقف جامد ويقدر يسيطر على اللي بيحصل ده. الغريب بقى ان المخرج محمد سامي لحد دلوقتي معلقش خالص على التسريبات دي، وحتى مراته الفنانة مي عمر وكل واحد منهم ملتزم الصمت لحد دلوقتي، وكان المسلسل بيراهنوا عليه في رمضان ما تسربش منه ولا مشهد.